هلا والله مرحبا، هلا بالحلوين، هلا ومسهلا. عدنا يا عيال في شابتر اوكي. انا لاني قفلت اللعبه بدون ما اسوي سيف فرجعني للاوتو سيف. ايزي يا عيال، اوتو سيف ما يبغى له شيء. المهم هلا بالزيون، يعني بخلصها هذا كذا عدزه ونكمل. اللعبه جميله صراحه، موسيقتها حلوه، فعشان كذا قررت اني العبها يومين ورا بعض. وبصراحة ما عندي لعبة يعني مرة متحمس لألعب غير هذه حاليا يعني. زين أتوقع كذا خلصنا من البروجكت، إيوه قضينا شابتر 1، الحين دخلنا في شابتر 2. شابتر 2 ما يعلمني وش الأشياء لازم نسويها فيه، لما نبدأ إن شاء الله يعلمنا. أوكي الحين يقول، أوكي تقول إن المزرعة سابقة قبل ما ناخذها إحنا كشركة كانت تعتمد على المشتقات الحليب، الحليب البقر ومدري إيش ومدري إيش، فقلت ليش ما نبدأ بهالشيء، نبني لنا الميلك بروسيسنج بلانت اللي هو المبنى بنيناه في التوتوريال. ما ادري تذكرون ولا لا، يعني اللي بنى العيد في التوتوريال، هذا المبنى اللي يعطينا الجبن ويعطينا اشياء حلوه. في كهرب عنده؟ اتوقع يبغى له كهرب. اي ما عليه تغطيه كهرب، نحط الكهرب هنا كذا، نحطه هنا. اوكي نمد مع هذا، نايس. اوكي البقر عليهم علامه، هذه علامه ايش معناها؟ معناتها اني حطيت لهم اكل من ضمن الاشياء اللي تستخدمها العامله لكن غير متوفره زي الجزر. فاول ما اشيل عطوه تروح العلامه، خلاص تكتفي بالموجود اللي هو الكروبس. حتى الكروبس بشيله اللي هو الاوت والسايلج والجراس، هذول طولوا يا عيال ايش السالفه. اوكي خلصنا الظاهر، يب خلصنا. يبغانا نوظف فيها احد، خلينا نحط هذا، هو الوحيد الموجود عندنا. اوكي تبغى اثنين، فخلنا نضيف واحد ثاني. نقول هنا في المبنى ذي، المبنى ذي مبنى هذا حق الموظفين، نحط هاير ونقول مين نبغى واحد يشتغل. هذا مانيفاكتشر، اثنين نبغى اكثر، في اكثر. اوكي ما عندنا الا هو، جيب 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 يا بوي. مانيفاكتشرينج اوكي ممتاز، نحطه مع هذه، اتوقع يصير برودكشن اسرع. اوكي حلو خلصنا مهمة هذه. الحين تقول يلا لازم نقلل من خسائرنا في اكل الحيوانات، فخلنا ننتج احنا الاكل بنفسنا، فخلنا نشتري السيارات اللي نحتاجها عشان نبدا بالحقل وكذا يعني. فبجي بقول يا طويل عمر السلامة عظيم، هنا اشتري الاغراض هذه. ايش تبي هي؟ تبغى سيد دريل، ايزي. اوكي بشتري كل الاغراض ان شاء الله وبرجع لكم. اوكي راح نحتاج ارض ثانيه باركينج لان هذه امتلت. تقول عندي هنا مكان، هذه حقت البيت ما استخدمناها، بس بشتري برضو مكان زياده احتياط. نقول هنا الجراج، اقدر اشتري جراج هذا، الجراج هذا بس ما ادري ايش فرقه صراحه عن اللي الباركينج اللي انا حاطه. دخلنا الصيف، اوكي ما ادري وشلته زبده، الجراج جاء الصيف وبالغلط شلته، ما علينا. اوكي هذا الجراج الثاني، وش ناقصنا؟ ناقصنا مانور سبريدر. اوكي هذا البلانتر شريناه، اخر واحد شرينا ادوات زياده احنا للاسف. طيب تبغانا نزرع جزر وجراس واوت، ايزي. بس المشكله اتوقع نحتاج ثلاث مربعات لان كل مربع ما يشير الا نوع واحد من الاكل. اتوقع احنا ايش سوينا في التوتوريال؟ جبنا بيت عمال. اوه ما اقدر لاني بحتاج عمال عشان يشتغلون. طب خلاص خلينا نزرع، اول شيء خلينا نسوي الطريق. بقول انا في الجهه المقابله هذه ان شاء الله راح يكون الشغل. اوكي هنا راح يكون الشغل حق ايش؟ حق الخضروات والزراعه. هنا راح يكون الحيوانات. زين فايش بسوي؟ بقول اعطيني يا طويلة العمر السلامه. تدرون ودي بايش؟ ودي بخرفان، بس مو الحين مو الحين. اوكي هذا واحد نايس. اوكي بقول هنا نخلي خلينا نخلي الجراس هنا، الجراس يمكن اكثر شيء راح نستخدمه في الوقت الحالي. فيا حط جراس، ايش وضعه؟ راح يبدون على طول. نبغى موظفين اتوقع، يبقى اتوقع راح نحتاج موظفين. وفي علامه تراكتر ليه؟ تصبر اعطونا موظفين. هذه بلانت، روح اشتغل هنا الله لهينك. اي في حركه سويناها في التريلر، قال نضغط هنا ونحط نشغل المانوال والماشينري.
او الماشينز، فيشتغلون كذا ولا كذا عاد؟ اهم شيء انهم يشتغلون. بس ليش الارض هذه ايش يقول؟ نو ماشين ميجا تراكتر يبغى. هذه برضو بلانت، والله ضف ناس كثير بلانت، بس الحين يتوقع راح يبقى لنا المكاين. يبغى التراكتر هذا، يمكن لو يمكن عشان بعيد، خلينا نقرب نشوف. لسه احمر حتى مقربت حطيتها هنا. ها اوه ما يغطي المنطقه هذه. طب خلاص خلينا نقول شيل هذا الحين يا مدير، وعطنا هنا، خلي هنا الجراس ولا هنا الجراس. بيفرق شيء؟ تون الباركينج تغطي المناطق اللي هنا على اليمين بس. اوكي انا اثري حاطه مكان بعيد. يا ليل الليل. يا اوكي الباركينج انا عندي مره بعيد، شوفون. فهذا هذول الاثنين لازم اقربهم هنا يسار. فشو بسوي؟ ايزي وراح تشتغل زين. والله انا رايبه. وش بسوي يا طويل السلامه؟ بقول السكن يغطي كويس حق الموظفين. راح ابني باركينج اثنين، تو باركينج هنا. اوكي منطقة هذه. اوكي والثاني راح يكون هنا عند البيت ولا هنا؟ هنا هنا كويس. اوكي وابنقل كل هذول في المناطق هذه في الباركينج الجديد، واذا امداني اهد هذا كويس بهده. حلو حلوين. الحين ايش الوضع؟ اوكي ظهر بدأ يشتغلون كويس. هنا خلينا نحط جزر. ابغى جزر كاروت سيز. ظهر هو كاروت صح؟ لا فودر بيتس، مو هو جزر. ما ادري وش هذا الشيء، يشبه الجزر بس ما ادري وش هو. طيب نحطه هنا. اوكي الحين خلينا نسوي، نقدر الحين نسوي الحديقه. اوه وش صار؟ الحديقه قصدي الارض الزراعيه الثانيه. وش نحطها؟ تبغاها اوتس، نقول عطنا اوت. كويس حلينا المشكله هذه. حلو الحين ان شاء الله راح يوصل لها برضو هذه موارد، بس التراكتر ما يوصل لها، التراكتر بعيد عليها. فخلنا نشيل هذا التراكتر، نقول يبوي قاعدين يستخدمونه فما اقدر. يب شوفوا راحوا فيه. وين تروحون؟ هناك الحقل. اوه شغله كذا، شوفوا رجع وشال. لازم نخلي هذا التراكتر مكانه هنا مع اللي تو الخضره اللي اخذها، عشان مره واحده يشتغلون يعني. طيب ما علينا، اول ما يخلصون ارضين هذه ان شاء الله بنقل التراكتر للباركينج الثاني. شوف يشتغلون مانوال رهيبين، يقلعون الفرق السرعه. وانا حط 4-5 موظفين هنا، شوف السرعه. اوكي نحتاج سياره ثانيه. يب نحتاج سياره ثانيه. جيب 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 تراكتر، ريق التراكتر جيب يا ابوي. والله بشتري ما علي، حطه هنا. يلا خذوه روحوا غطوا ذيك المنطقه، تغطي توصل ان شاء الله. هذا تراكتر راح يوصل هناك ان شاء الله. خلنا نشتري له هذه. وشو هذه؟ جيب جيب ليلي بلو، نحطها برضو هذه معاه هنا، بحيث يصير عندنا اثنتين، تو تراكترز وتو ليلي. وابن امك تشتكي عاد، تستهبل انت. وش الماكينه اللي ما فيه مور؟ والله اذا ما في ماكينه فانا ما شريتها، وانتم ما قلتوا لي اشتريها صراحه، فما لي دخل فيكم. يقول لي لا تشتري الماكينه هذه. ايش ماكينه؟ ايش اسمها؟ فيرتلايزر سبريدر. انا ما شريت فيرتلايزر سبريدر يا ابن قايل، الظاهر ما معي السبريدر، ما شريتها تصدقون. اها طب اسمع، بقول لهم يقدرون يشتغلون فيها مانوال. ماني حاط ولا مانوال تصدقون، المفروض يقدرون يشتغلونها مانوال. حاطهم هنا. ها اوه ما حطيت مانوال هنا. اوكي شغلنا المانوال ان شاء الله راح يشتغلونها. اوكي كويس استفدنا من هذه. اوه ايش قاعد يسوي؟ هذا وش اللي معه؟ استر كالتيفيتر، وش تسوي؟ هذا بعد ما نحرط نحطه نستخدمه، ما ادري ايش يسوي، الظاهر انه ما ادري ايش يسوي، زبنا شيء للتربه يعني كويس. طيب وحتى هذه سوى فيها نفس الشيء. هذول الحين قاعدين يحرثون هنا يا حبيبي. في مكينه هنا خذوها، الله يقرعكم يا اغبياء كلاب الغباء. طيب اسمع، ودي اشتري لي خرفان على ما يخلصون ذوليك. مو خرفان لا، عنز. ايش تبين انت بعد؟ اوه تبغاني نشتريها؟ اوكي تبغاني نشتري حقة سايلج، سايلج والله ما ادري ايش اسمه، لا بنطق اسمه غلط معليش يعني.
نسوي عاد زبدة. هذا مصنع سايلج مدري ايش يسمونه، راح نحط واحد هنا واحد هنا. هي تبغى اثنين صح؟ يب اثنين، حطهم هنا في المنطقة ذي. الله يقلعكم، تقهرون تقهرون انتم مكينة، خلصت شغلكم دقيقة. اوكي شالوا هذه اخيرا، يستخدمونها في ذي، ما بغيته من اول. طيب يعتبر يمكن لانهم بدوا مانوال فخلاص يستمرون مانوال لين يخلصون، مع انه غباء صراحة. اوه هنا لازم نوظف احد هاير. نبغى واحد يشتغل ايش، ماشينز ولا مانيفاكتشر؟ صدقون نحتاج احد ماشينز، خلينا نقول مانيفاكتشر. بس هذه صفر مانيفاكتشر تبع. اوه هذه كويسه. اوكي هنا نقول اندورنس مانيفاكتشر اثنين، هذه كويسه. يب هذه كويسه. طيب خلينا نجيب السكان، السكان العمال اللي هنا. هذا خلينا نغير مكانه للسكن ذا هنا. طيب بنحطه في سكن هذا ليه؟ لان هذا سكن امتلى وابغى مكان فاضي. حط هذه بنقلها هناك، لان للاسف الزراعه تحتاج موظفين اكثر. شوفوا الحين صار في فراغ، فنشتري الحين اثنين للماشينري اللي يشتغلون في المكاين هذا. ماشينز ما في الا واحد. اسمع امدينا قلل راتبه. اوه هذا هذا الشغل وهذا الراتب يوافق توقعا؟ والله ما ادري يوافق، بس ما ادري المفروض انا اسوي كذا دايم ولا والله ما ادري. هذه ماشينز مره كويسه ذي، تعالي تعالي. اوكي وظفتهم الحين هنا كلهم بس في الزراعه، فان شاء الله. وشو هذا بعد؟ قسم بالله انهم بثرين. نو وير هاوس، وش الوير هاوس اللي تبونه؟ صح انا ما بنيت لهم وير هاوس سعر، فايش بنسوي؟ نقول اعطونا طريق هنا. انا هذا مسوي عشان الطرق كذا، هنا برضو. اوكي نقول وير هاوس، وين وير هاوس؟ هذا وير هاوس، لان الظاهر مع انه عندنا هنا والله وير هاوس، بس احنا بعيدين. شوفون مره بعيدين عن المنطقه ذيك، فخلنا نخلي هذه قريبه منهم. تصدقون بحطها هنا عشان تغطي كل المنطقه اللي فوق احسن. يعني راح تغطي حتى اللي على اليمين، لو بغيت ابني شيء على اليمين راح تغطيها هذه. ايش تبغى انت يا ابوي؟ اوكي نشيج البرودكشن، نقول نحطه جراس. الظاهر جراس يعطينا سايلج، بس حاليا ما عندنا جراس للاسف. يب كالتيفيتد كالتيفيتد جروز، هذا الحين قاعد ينبت. هذا بس حطه كالتيفيتد، كالتيفيتد معناته راح حرثوها بس لسه ما زرعوا. نوت انف ستاف، استهبل انت. شكله بنضطر نشتري هذه الاشياء. كم سعرها؟ اوه اقدر اشتري يوزد، والله رخيصه تصدقون بألف كذا. خلينا نشتريها، خلينا نحط باركينج لوت زياده لان الامتر اللي عندي والله يستخدمون واجد. اوكي يبون هذا راوند بريس باي، نحطه هنا. يبون هذا الشيء، والله انها دلع، والله انكم دلوعين صدق. خلنا يعني نكون واقعيين. شوف هذول اشتغلوا وانتم قاعدين تشتكون للحين. مور، جيب مور حطها هنا. بشتريها بشتريها على العموم، عندنا فلوس يا عيال. عاد تقول لي ما في مكاين وما ادري شو، والله نوت انف ستاف. ها حقير، جيب جيب هذه اخر واحده خلاص، عساها تكفي. بس يب تكفي ان شاء الله، والله انها دلع صدق. شريت لهم كل المكاين. طيب ودي ابني بيت ثاني. نقول والله حرام اعطيهم شارع التراب، ما اقدر اي مكانه يا اخي قهر. اجل على كذا نعطيهم شارع التراب ليه لا، ونقول يب. اوكي طيب خلينا نرجع الحين للمهمات، ما علينا من هذه. هذه تبن مطولين شكلها على موضوعها. اوه جروز اوكي زرعوها والله يا عمري، قاعد يسقون. وراني ضغط سكيب. اوكي حلو حلو، شرينا هذا الجهاز قاعد يسوي زرع، يسقي يسوي زرع. اوكي ما ادري ايش قاعد اقول انا. ايش في بعد؟ نوت انف ستاف، والله صدق نوت انف ستاف صدق، يعني نحتاج ستاف. اوكي هذا خلصنا منه، الحين نقدر نوظف فيه ماشينز.
plants plants نبغى machines بعد machines. الله ما قاعد أنا الرواتب أنا فالله يستر يعني لا توهق. plants okay. أوكي راح والله الحمار. أوكي والله كويس جبنا عمال كافيين. هو المفروض أجيب عمال موسميين بس المشكلة ما عندي ما افتحوا لي مبنى حق العمال الموسميين للأسف. هذا خلص أكلهم ولا شو سالفة؟ خلص القراص والله من عندهم ما عاد عندهم قراص خلاص. نايس طيب ما علينا. وش ذا؟ شو الصرفية ذي؟ مو مشكلة It's okay. هذا قاعد يعطينا أهم شيء يضبطنا الوضع. okay. طيب يبغى construct a new building logistics building logistics هذا إيش يبغى؟ okay هذا في تغطية بعد. okay نحطه في الشارع العام هنا. أهم شيء إنه يغطي كل المنطقة. ها يبي يغطي حتى اليسار مفروض. يبغى له كهرباء أتوقع عنده كهرباء. يا ورع هذا كهرباء عليك نصه يا اخوي لازم كامل بعد بلد العاد. ايش قد شرط علينا انت؟ ترى موضوعك ايزي يعني لا تقعد تدلع. ها حطك هنا وانتهت السالفه. طيب يا بزر طيب ورع انت والله انك بزر خلاص لا تصجنا. انيمالز جوت سيك ايش فيه ليش تعبوا؟ مين تعب هنا؟ جب فت فت هذا البيطري يا حبيبي خليه يجي يشيك عليهم. اوكي اوكي امورنا طيبه ان شاء الله. سيك انيمال بيجي ان شاء الله البت الحين يظبطهم. الكراس ان شاء الله انه بيطلع باقي 26 يوم. شلون ياخذون ورم كذا ياخذ لفه ايش فيه؟ اوكي ابشركم طابت الحمد لله طابت البزر. اوكي ودي ابني سايلو زياده مو سايلو قصدي ارض زراعيه جديده او زياده. بخليها كراس بس بخليها كبيرة على العموم أكبر من اللي قبلهم. خليها مثلا كذا. والله يا عيال غريب أني ما أقدر أبني من هنا لي. إيش في ليه يعطيني حد؟ الظاهر هذا أكبر شيء أقدر عليه. أها أوكي لي حد يعني في الزراعة. أوكي راح أحط اثنتين صغار كذا. يب هذا بخليه كراس زين. تعال أعطونا كراس زيادة يا أبو الشباب. عندكم ادوات وفاضيين هنا تحترون بس هذه تجهز خلاص يعني في يد عامل ان شاء الله وفي مكاين تحترق فاضيه ما تسوي شيء فعبوا لي هذه يلا الله يهينكم. يب يلا ما عندنا راحه احنا جيب الماكينه الله يعافيك هذه ولا اي واحده زاد جيب ماكينه يرحم لي والديك لا تفشل لا تروح بدينك شاري مكاين عشان تروح تشتغل بدينك انت وياه تعجبني هذا الفاهم هذه بغير مكانه بحطها هنا الزبده عشان يطلعون من البيت على طول يركبونها ويدزون لاي باركينج مو يروح الباركينج البعيد بعدين ياخذه بعدين يرجع لا خليه عند بيتك خلاص اركبها وروح اي مكان تبغاه والله احسن كذا بيصير. اوكي تبغى نبني مكان بيطري هلا صراحه نبغاه احنا من زمان يعني خلينا نحط مكانه هنا يغطينا المنطقه هذه كامله ان شاء الله. افضل بعد لو كان في الوسط يفضل يعني فايش نسوي؟ نسوي له طريق ونقول والله الطريق مفقع عندي الزبده تخطيط بريالين يا عيال تخطيط بريالين. هنا شو بيغطي يمين وبيغطي يسار ان شاء الله نوصل للتوسعه هذه اصلا يعني بس حلو كذا يكون. اوكي يا عمري عليك تعجبني يا بطل. انا ودي صراحه ابدا الحين بموضوع الخرفان هذا. اوه ما اقدر بس كاو شد يا اخي المشكله هذه القصه تحرمني تخليني امشي على اشياء محدده معنى والله يمدينا نبدا احنا جيم كذا فري نبدا من الصفر ونبني اللي نبغى ونحط اللي نبغى بس حلو نبني كذا على نظام الشركه ايش تبغى. اوكي تقول focus on producing cheese and butter اللي هو زبده. طب انا سويت التشيز اتوقع ولا اوه لا تبغى هذه الانواع. طيب اسمع خلاص يكفي عطنا هذا ما ادري ايش فايدته صراحه. بسرعة على هنا cultivated اوكي حتى حرثوها مرتين يسمونها ذيك الحركه. اوكي طيب هذا خلينا نقلب بسرعه ريبارك هنا خلاص هنا كل السيارات تقعدون تطقون مشوار كعابي على الفاضي. بعدين ليش ما اسوي لهم طريق من هنا يدخل على المزرعه على طول كذا
اوكي الدوار خايس اللي صار هنا شو نسوي عاد؟ طيب نعم ايش تبين؟ خلاص حبيبي قاعد نشتغل والله. يلا اطلع الله يهينك خذ السيارة لان حطيت هنا الظاهر بس إيه ما حطيت مانو حطيت بس ماشين واحسن ابغى اشوف وش الاشياء الناقصة. اذا توهقنا ولا في ماكينة غالية بقول مشتغل بيدينكم حاليا ما يحتاج. ايوه شوف على طول ركب هنا الحين بيركب هذي طق ومشى. يا عمري عليكم كذا كذا الشغل. إيه إيه إيه. انا قريت في التعليقات يقولون كثيرين يشتكون موضوع انه ما يخرب. يقول ليش ما يخرب يا اخي حليب المفروض يخرب. انا اقول كل تب لا تخربون علينا خلوه لا يخرب. بس ببيع 5000 اتوقع يعني عندنا احنا كميه كافيه خلينا نقول انه يخرب مثلا فهمتوا احتياط يعني كذا كنا نعيش واقعيه شوي. Autumn has come. اوكي 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 اوكي, أوكي. قبل ما هذا اخر الحين دخلنا في الخريف بعده بيكون الشتاء فلازم نخلص من موضوع الزراعة وكذا. هذا تبي ليش ما زرعوا ما أدري ليه ما ليه ما زرع ما عندنا وقت يمكن عشان الشتاء قرب. يا عمري هذا هارفست طلع يا عيال خلاص قاعدين يجمعونه. إيه أنا دافع لكم راتب ليه يا عيني عليكم يا عيني عليكم. إيش قاعد يسوي ذا قاعد يسقي إيه والله قاعد يسقيهم. أوكي أيوة وش الصوت؟ رسالة. اوكي جبنا 2800 يا حبيبي. جروث تايم 300 اوه في اشياء تبني تنبت بسرعة. خلينا نحط هذا البيت. البيت 50 يوم ويطلع. يا خلينا نحطه. ان شاء الله يمدينا عليه. الزبدة هنا خلينا نقول اعطونا بتر خلاص. اتوقع الجبن كفاية. بس باقي هذا في الوير هاوس راح يودونا ان شاء الله ويصير عندنا فل. وش احسن سماد؟ عندنا هذا وعندنا كيميكال فيرتلايزر وش افضل نختاره بعدين ما ادري لان اقدر اغير نوع الفيرتلايزر لو بغيت. اوكي امورنا ماشيه تمام تمام عالي العال بس نحتري الحين. اوه جا الجراس ابشركم اخيرا اخيرا ايوه جمع 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 ولا انتم تشتغلون تحت الله يقلعكم عندكم ماكينه هناك تستنى ما حد يشغلها حرام والله في سياره ما حد قاعد يستخدمها شرناها على الفاضي. ها هلا والله حركتها ايوه من اول. طيب وش هذه تجمع تجمع العشب الظاهر الماكينه ذي وش تسوي خلينا نشوف which is later easier to collect. اوكي ظاهر انه يسطر في ذا العشب زين. هنا لا تنسوا انا نبغى كراس عشان نصلح السايلج نصلح سايلج قصدي sick animals وين يا ابو الشباب waiting for expert تعال يا expert جا جا يا عمري عليك والله سريع فاضي ما عنده شيء يسويه. ما شو تسوي؟ اوكي طابت ما شاء الله تبارك الله يا اخي عسل والله يا عسل. شو ذا شو قاعد يسوي الحين قاعد يجمع اي والله سيلف لودنج كنت تريلر الحين قاعد يعبيها بالتريلر هذه بدل ما يجون الناس يعبونها بيدينهم. نايس نايس اوكي خلصنا المنطقه هذه جمعناها كامله. تعال عب عب هنا ايوه اشتغل 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 السالج اشتغل السايلوج ما الله يسمون امه الزبده يا عيال ما ادري ايش اسمه. طيب كويس اعطونا هنا جراس برضو ياكلون جراس زياده مو بس هذا اعطهم سايلج بعد ياكلونه ان شاء الله لما ينتجونه هنا راح يوصل لهم. الزبده وينها هذه؟ بيع ابوها يا رجل 690 805 جيب. اوكي خلصنا المهمه. Your cows with the variety. اوكي تقول البقر عندكم ما يشتكون صراحه من نوع الاكل. ابوي هذا اول شفت تغير الوضع الحين. Make them completely satisfied. يا تبن معطيهم ثلاث انواع. شو يبون اكثر يا شو يبون اكثر؟ طب اوكي خلينا نطلب لهم. اوه نطلب نوع واحد اكل زياده. يا اوت باي اوت بكم؟ 100 182 والكروبس بكم؟ شوف الرخيص ناخذه. كروبس ب 19 جيب يا ابوي. باذن الله اول ما يوصل راح يوصل فل هذا، باقي شرطه صغيره ويصير فل. اوكي؟ بس اول ما يوصل ان شاء الله. شوف 89%، اوكي ايزي، المهمه هذه سهله مره. جاكم الاكل ولا لسه يا دلوعاتي انتم؟ مدللات قسم بالله. اوكي وصلنا الكروبس وصل بس لسه ما وزعوه للبقر. اوه هارفستنج وش هذا اللي طلع؟ طلع ثقيل هذا، هلا والله. هلا والله. حلو 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 ايوه حطوا اخيرا
طيب يلا نقول كله هذا وهذا وهذا، طبعا هذا وقفت عنه من الأكل، لكن باقي ثلاث حبات كروبس، خفت تروح بعدين نعيد نستنى من جديد. فالحين رجع من جديد ويلا خلصنا مهمة يا حبيبي. هلا والله انقلع بالقوة، انقلع بالقوة. ايش تبين انت الحين؟ start breeding goats and sheep. اوه هذه مهمة طويلة كبيرة الزبدة. يبغونا نجيب حليب خرفان وحليب ماعز، والظاهر لا ما بدون ما نكاثرهم بس نشتريهم عادي، ممكن بعدين نكاثرهم مو مشكلة، ونبيع البرودكتس حقاتهم. اوكي حلو، راح يكون ان شاء الله يعني افتحوها لنا، اتوقع اكيد افتحوها لنا. يب سمول شيد، فراح نسويها ان شاء الله في المنطقة هذه يمكن، او نكمل على المنطقة ذي ما ادري. لكن الحين راح نوقف هنا. شاركوا استمتعتوا، لا تنسوا تشتركوا في القناة وحطوا لايك لكم المقطع. سلام.